يلا الحمد لله خلصتي بسلامة والعملية كانت ناجحة. لو صار معك نزيف قوي كنا خسرناكي، معقولة انت؟ احمدي ربك انك خلصتي من الولد. والله هذا رأيك؟ ومين قال لك بدي اخلص من الولد يا غبية؟ الولد هاد كان ضمانتي. ضمانة شو هاي؟ داني اكيد كان رح يتزوجني، يعني لو جبت هالولد ما كان رح يضل له مهرب مني. بالله عم تحلمي ليكون اختي، هذا الازعل بحياته ما رح يتزوج. انتي نسيتي فرق العمر اللي بيناتكم؟ العمر شو بيأثر يعني؟ هذا داني حكيم اوغلو. لك انتي ليش عم تتزوريني؟ ليش؟ حقيقي اني اعيش حياة حلوة وما اقضيها مثلكم بالفقر والذل. بدي اعيش حياة مرفهة مثل البشر. بدي اكون انسانة لها حقوق. داني كان فرصتي لحتى تتحقق احلامي. كيف صرتي اختي؟ سلامتك. احسن من قبل. ولا يهمك يولا. سامحي انا من الاول كان بدي خبرك بس. لو سمحتي يولا اسكتي. ماني حابة احكي معك بشي هلأ، لانه ممكن يطلع مني حكي ما يعجبك. خلينا نأجل هالموضوع لغير وقت. جوري تعي اطلعي معي شوي لبرا. يعني مثل ما قلت لك، راجعنا كل السجلات حتى القديمة منها، ما لقينا اسم هيك مريضة. والله غريب. طالما هيك الموضوع صار، فيك تكمل الإجراءات التانية اللي حكينا عنها إذا سمحت. بتخبر البنت أول ما ترجع تصحى. بأمرك. شو داني ما جاب لك تياب لهلأ عمر؟ أنت صار لازم تطلع. بتعرفي بأنو غرفة يولا؟ أصحك تقلي إنه رح تروح تزور عمر. يعني لازم استأذنك توليب؟ طبعا لا عمر، كل القصة إنه ما بدي إياك تقلل من قيمتك بنوب. ليش لقلل من قيمتي؟ بالنهاية أنا رايح زور مريضة، وفوق هيك هي موظفة عنا. جوري شو بكي، صاير شي معك؟ لا بنوب دكتور، أنا كنت جاية إلك على شي بس ما له ضروري، خلص منحكي بعدين. لا جوري هلأ أحكي، تعالي فوتي. من أجل الحكي ما بدي أقطعكم هلأ. جوري أنا عم بسمعك. إجت أختي مسعودة وعرفت ليش مجد عمل هيك معك. ايه بصراحة في وحدة اسمها ميرا بنت اخته لصهري، وقت كنت عند اختي كنا عم نحكي بشغلة وهي كانت شو ساوت؟ ليش سكتتي؟ يعني بصراحة لما عرفت اختي بقصة اليخت صارت تسألني شوية اسئلة، عم تطمن علي وانا كنت عم جاوبها وقلت لها انه تعطل المحرك. ميرا مصورتنا فيديو من دون ما ننتبه بالموبايل تبعها، وبعدين راحت ارجتها لمجد ومجد ما كان بيعرف موضوع اليخت، لهيك صار يفكر بشغلات غريبة شوي عنا. هذا اللي صار. خلاص جوري انا فهمت. انا ما فهمت، وهديك البنت ليش هيك عملت؟ ما بعرف. اي المهم اختي اخذت الموبايل منها ورحت ارجيه للصهري مشان يعاقبها ويخليها تبطل تعمل هالحركات فينا. بظن بهمك الموضوع. انا بتشكرك جوري، شكرا. جوري عندي سؤال وبدي اسالك اياه. انتي كنتي بتعرفي بالقصة من الاول، قصة الحمل الخارجي؟ لا ابنو عمر بيك، انا ما كان عندي علم والله. يعني اللي كنت بتعرفه حضرتك من البداية أنا هذا اللي بعرفه كمان. أنا كنت متوقع أصلا. لك مالي مضطرة أسمع حضرتك، مالي مضطرة. أصلا أنت وإخواتك مبسوطين وأنا اللي أكلتها مسعودة. لأنه بتستاهلي، حتى وأنت بهي الحالة عم تتوقعي يولا. طبعا يولا،
كلنا مبسوطين وطاير عقلنا، لأنه قدام عيوني مجد ضرب عمر بيك بالسكين، وتولي بخانه ما في غير بتلطشني، وانتي شاغلتينا بمصايبك اللي بحياتها ما بتخلص، وبابا المسكين ما عنده خبر بشي، وفوقها بتقولي انه كلياتنا مبسوطين. يقول لخانم الحمد لله على السلامة. شكرا. بكرة رح نخرجك من هون، انت وطالعة فيكي تمرقي على المحاسبة مشان تاخدي راتبك، وبالنسبة لمصاريف العملية على حساب المشفى. كيف يعني؟ فيك توضح لي أكثر؟ بالرغم من معرفتك بأنه الحمل خارجي، دبرتي تقرير حمل مزور وصورة إيكو كمان، وهذا الشيء عملتيه مشان تبتزي داني بيك. كيف يعني؟ وإذا مزور؟ مو طلع بالتقرير أني كنت حامل؟ داخلي ولا خارجي شو بتفرق؟ عم تسألي شو بتفرق؟ انطلب مني خبرك، اعتباراً من اليوم علاقتك بالمستشفى انتهت عن سيولا، بالإذن منك. ناقص من هالشغل اللي بيقرب لك، الله يصفك فيكم يا كلاب. روحوا قول لتولي بني ما رح اسكت على عملتها الوسخه. يولا اهدي. قال قلعوني من شغلي، سمعتوا ما هيك؟ ليش يا ترى تولي بالواطي هيك بدها؟ ما بكفي انه نزلوا لي ابني، ولا كمان بدهم يخلصوا مني. يولا حاجه مسخره بقى بكفي. بعدين قولي لي مزبوط الشي اللي قالوا عنك هداك الزلمة؟ دقيقة، الزلمة قال ابتزاز؟ لك انت شو اللي عملتي؟ احكي. ما كان بده ابني، شو كان بدي اعمل يعني؟ قلت له اني رح اخبر الصحافة، بس لو مجد ما ضرب عمر بيك بسكين كان كل شي مختلف هلا. لحظة، كيف يعني؟ انا ما فهمت شي، رجعي احكي لي من الاول شو اللي صار معك. داني كان رح يقلن انه رح نتزوج. ايه، واذا ما حكى هيك انا كنت رح احكي للصحافة انه عيلته عم تضغط علي لنزل الولد، فهمتي؟ وقت واجه لحتى يحكي وصلنا خبر عمر بيك. انتي قلتي لنا انه داني اقتنع ورح يعلن زواجكم، بالابتزاز قدرتي تقنعي يعني؟ انتي ما فيكي لا كرامة ولا احساس، اصلا صرت خجلانة اقول انك اختي. ايه؟ ما كان ناقص غير وحدة فصعونة مثلك. عن جد مالي مصدقة شو عملتي. انتي استغليتينا وصدقناكي، خليتينا نمشي معك بهالتمثيليه الوسخه، ما هيك يا ولا؟ طيب ماشي انا اختك، بس نسيتي عمر بيك؟ ما خجلتي من عملتك قدامه يعني؟ ما فكرتي شو بده يصير اذا عرف الحقيقه؟ ايه خلصنا بقى، عمر بيك ان شاء الله يروح على جهنم الحمراء، اصلا ما فادني بشي. لو ضغط على داني كنت اليوم انا صرت يولا حكيم اوغلو، فهمتي؟ لو قنعوا يتزوجني كنتوا بدل ما تتمقطعوا فيني كل وحده من جهه، كنتوا رح تحترموني وتغاروا مني اكيد. يلا حاجة حكي، عطوني تيابي لحتى ألبس، معلم تحملة ضل هون ولا دقيقة. لك يلا عادي، لوين رايحة؟ عمر بيك الحمد لله على السلامة، بعتذر ما زرتك، انت شايف الوضع. الحمد لله على سلامتك يلا. شكرا كتير عمر بيك. عمر بيك انا بصراحة يعني يولا بتمنى تحاولي من اليوم ورايح انك تكوني مثل عائلتك اللطيفة. وعم تبكي؟ وعم تبكي يا جماعة؟ ماني مصدقة لوين وصلت وقاحتك. هدول البنات كلهم بيحلموا انهم يرفعوا من مستواهم باي طريقه، وعلى طول بيتمنوا انهم يعلقوا شاب ابن عيله معه مصاري لحتى يوفر لهم الرفاهيه والجاه. هي حقيقه واضحه ما فينا ننكرها. لا تحكي بالعموم، اخواتي ولا مختلفين عنا. ما بعرف ليش دائما بتحب تدافع عنهم. مو مشكله هلا بعدين بنحكي. أنا لازم أحكي هلأ مع داني لشوف وين صار. خلينا نمشي من هون عمر.